السلام عليكم لا فام ديال شحال اليوم صوب الزيتون مشرمن ديال 12 حاجه زوين بزاف حسن من الزنقه ماشي ديال الزيتون ديالنا كنسلو مزيان بلا بير وداكشي اللي كان فيه واحد من الورق كنشدو كنشرحو على ثلاثه ولا جوج المرات على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا كنزيدو عليه الملح ديالنا واحد خمسه العواشق تقريبا عندي كيلونج ديال كندير خمسه العواشق ديال الملح ونبيتو ليله كامله 24 ساعه حتى كيخرج منو ديك المرار ديالو من بعد ما دازت 24 ساعه كما كتشوف طلع الماء ديالو كنعاودو نغسلو جوج مرات بالماء بارد نحيدو الملحة على هاد الشكل هدا وكنزيدو نغسلو جوج مرات بالماء سخون كيتحيد منك الصفا ديالو كامل كنصفيوه من بعد ما كنتصفى كما كتشوفو اخوتي كنزيدو عليه الملحة خمسة العواشق قريب نعاود تاني نفس العبارة كنبيتو سيمانة كاملة من بعد سبع ايام اخوتي كما كتشوفو كيطلع داك الماء ديالو كامل كنعاودو نغسلو بالماء سخون جوج مرات من بعد ما كيتصفى لينا كنحطو فشي طاوة كندير واحد كازة زيت الزيتون وعندنا عصير الليمون حامضة تقريبا عندنا واحد ربعة طريص ديال التومة كنحكهم عليه صراحة كيجي زوين بزاف عندنا القزبر والمعدنوس والهريسة الحار الحار زعما وعندنا كنزيدو شوية الحار اللي كان عندكم دير بلا مدو الحار بزاف واحد العاشقة ديال الكمون وشوية الزعتر طريفة ديال الليمون وبقينا غير نخلطوه ونوجدو نحطوه ليكم كما كتشوفو صراحة كيجي زوين بزاف وحسن من داز الزنقة وزوين طبيعي نبقى لي غير نقول لكم بالصحة والراحة ومتنساوش شي كومونتير زوين والسلام عليكم تبارك الله عليكم.